بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم، أهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. اليمن عضو في منظمة التجارة العالمية ابتداء من غد الأربعاء. الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر يشيد بالدعم الروسي لعملية الانتقال السياسي في اليمن. وعدا تحتفل بالعيد 46 للاستقلال 30 من نوفمبر. اهلا بكم. ابتداء من غد الاربعاء ستصبح اليمن العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية بعد اجراءات شاقة استمرت لنحو 15 عاما. وسيصادق الاجتماع التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في جزيرة بالي بجمهورية اندونيسيا على وثائق قبول انضمام اليمن رسميا الى المنظمة. ويأتي ذلك بعد توصية فريق عمل مجموعة انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية بالقبول النهائي لوثائق انضمام اليمن، وذلك في الجولة 11 والاخيرة من مفاوضات اليمن متعددة الاطراف التي هي عقدت في مدينة جنيف السويسرية نهاية سبتمبر الماضي. وبعد الانتهاء من كافة الخطوات المتعلقة بالانضمام، ستبدأ إجراءات التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية. وأوضح وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية مكاسب كبيرة عندما تصبح رسميا عضوا في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن انضمام اليمن للمنظمة سيوفر الكثير من فرص العمل وتدفق الاستثمارات في كافة المجالات المختلفة وتحسين بيئة الأعمال وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام. وللمزيد حول موضوع انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وانعكاساته على الاستثمار في اليمن والنشاط التجاري، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مرزوق عبد الودود مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية. أستاذ مرزوق مساء الخير. أهلا، مساء النور. نعم أستاذ، بداية نريد أن تعرف المشاهد الكريم ما معنى انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية. طبعا انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية كما أشرت قبل قليل أنه استمر بعد عقد العديد من الجولات في المفاوضات مع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وفي البداية أريد أن أشير إلى أن منظمة التجارة العالمية هي منظمة دولية تهتم بالتبادل التجاري وتنظيم التبادل التجاري العالمي وسهولة انتقال حركة رؤوس الأموال. وانشئت طبعا المنظمة في عام 1995 وهي امتداد لاتفاقية الجات التي انشئت عام 1947. معنى انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية هو يأتي في صدد المصطفى على الاتفاقيات التي تصدر منها منظمة والتي تنظم حركة التجارة العالمية. واليمن في هذا الصدد يجب أن تلتزم بآليات وسياسات التجارة العالمية. نعم أستاذ مرزوق، من حق المواطن كذلك أي يمني أن يسأل ما زال الموضوع متعلق بالاقتصاد، ما هي المميزات التي ستضاف للاقتصاد اليمني؟ طبعا هناك العديد من المميزات التي أبرزها. أبرز هذه المميزات طبعا بالنسبة هناك على العديد من القطاعات الاقتصادية بعض الآثار السلبية وبعض الآثار الإيجابية. على مستوى المواطن العادي في وجود المنافسة في الأسواق، الشركات تتنافس، هذا سيكون في صالح المواطن، ربما تنخفض بعض الأسعار،
تتنافس الشركات على تقديم أفضل الخدمات، تقديم السلع بأفضل بجودة أفضل. نعم. كذلك هناك بعض الآثار الإيجابية، هناك بعض الآثار الإيجابية على سبيل المثال. نعم. بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية، ربما يستفيد بعض تستفيد الخدمات المصرفية قطاع الخدمات المصرفية في الزيادة من فرص الانفتاح والاندماج مع الأسواق الخارجية، كذلك رفض الجهاز اليمني المصرفي بخبرات وكفاءات أجنبية. بالمقابل ستزداد يعني البنوك اليمنية ستواجه صعوبة كبيرة في قدرتها على منافسة البنوك الخارجية، وكذلك ربما تزداد تحويلات العملات الأجنبية إلى الخارج. في المقابل كذلك على القطاع الزراعي، على سبيل المثال القطاع الزراعي ربما يتأثر بالفرص الإيجابية. إنه نعم مرزوق. نعم. برأيك هل اليمن مستعدة لتداعيات هذا الانضمام؟ بالحقيقة يجب أن تستعد اليمن، كانت بشكل أفضل. نعم. للمنافسة. نعم. للمنافسة، خصوصا أن القطاع الخاص يبدو أنه غير مستعد وغير مدرك أيضا للصعوبات التي سيواجهها. نعم مرزوق، لكننا في الإجمال نواجه ربما كارثة أو أزمة اقتصادية. حاليا اليمن معرض حقيقة لمخاطر اقتصادية. نعم. وربما انهيار اقتصادي. اليمن بعد الاحتجاجات الشعبية عام 2011 النمو الاقتصادي كان سالب، نمو قطاعات الناتج المحلي سالب، الموازنة في المالية العام الموازنة كذلك اتجهت نحو السالب. نعم. وازداد العجز في الموازنة في عام 2011 كان 4-5%، وازداد في عام 2012 إلى أكثر من 20%. إذن نتمنى. نعم. أن لا يكون هذا الخبر الذي حظي باهتمام الجهات الرسمية وكذلك غير رسمية أن لا يعود على الوطن بالكارثة. إذن الأستاذ مرزوق عبد الودود مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. استقبل أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر اليوم الثلاثاء سعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية بصنعاء السيد فلاديمير ديدو. وخلال اللقاء جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية، حيث أعرب الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عن تقديره الكبير للدور الإيجابي لروسيا في دعمها لمطالب الشعب اليمني وفي ثورة التغيير ومشاركتها الفاعلة والمتميزة ضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية في دعم التسوية السياسية وإنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل. ورحب الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر بالدور الذي يلعبه السفير الروسي في تطوير وتمتين العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا، مشيرا إلى أهمية الدور الروسي في اليمن كشريك في التنمية الاقتصادية وتطلع بلادنا إلى تعزيز العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين في البلدين الصديقين. من جانبه أكد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للوحدة اليمنية باعتبارها خيارا استراتيجيا يحقق مصلحة لكل اليمنيين، مجددا استعداد بلاده لتطوير آفاق التعاون مع اليمن في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي. وأعرب السفير الروسي عن أمله بخروج مؤتمر الحوار الوطني بنتائج إيجابية من شأنها ضمان خروج اليمن نحو مستقبل أفضل يسوده العدل والمساواة.
استقبل رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني الإصلاح الأستاذ سعيد شمسان اليوم وفدا من طلاب وطالبات قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء، وذلك في إطار خلق شراكة مجتمعية مع الشباب باعتبارهم أمل الأمة. وجرى في اللقاء الحديث حول مجمل القضايا في الساحة الوطنية وعن رؤى الإصلاح المستقبلية وضمانات مخرجات الحوار الوطني وتجربة ومستقبل التحالف الاستراتيجي للقاء المشترك. وأبدى رئيس الدائرة السياسية استعداده للتعاون مع الطلاب في كافة المجالات بما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية والأكاديمية. وأكد شمسان حرص الإصلاح على استمرار تجربة اللقاء المشترك كهدف استراتيجي للانتقال باليمن إلى مصافي الدول المدنية الحديثة التي تقوم على الحرية والعدل والمساواة. وأشاد بما بذله الشباب اليمني من تضحيات جسيمة في الثورة السلمية، مؤكدا أن الشباب يحتل أهمية كبيرة في رؤى الإصلاح المستقبلية. وفي اللقاء أشاد طلاب وطالبات قسم العلوم السياسية بتفاعل الدائرة السياسية في الإصلاح مع الشباب والطلاب. أقدم مواطنون بمحافظة البيضاء اليوم على قطع الطريق وإحراق الإطارات بالشارع العام بمدخل مدينة البيضاء، ويقول المحتجون إنهم يطالبون بالكشف عن المتورطين بقتل أحد أقاربهم في سوق الخضار وسط مدينة البيضاء صباح اليوم، فيما تتحدث المعلومات الأولية أن الجناه مسلحون قبليون على خلفية قضية ثأرة. وتمكنت حملة أمنية بقيادة مدير أمن المحافظة العميد عادل الأصبحي من رفع القطاع بعد ساعات وفتح الطريق أمام المسافرين. وأكد مدير الأمن أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة. أقدمت ميليشيات الحوثي المسلحة بمديرية الحشوة بقيادة المدعو منصور غالب العزي وبرفقة أربعة مسلحين آخرين، أقدمت صباح اليوم على اقتحام المركز الصحي بالمديرية وتهديد العاملين فيه بالتصفية. وأكدت تلك المصادر أن ميليشيات الحوثي أمهلت العاملين في المركز الصحي 24 ساعة لمغادرة المديرية بالكامل، وهددوا بمعاقبتهم وتصفيتهم في حال لم ينفذوا التوجيهات. وفي مديرية مجز أقدمت ميليشيات الحوثي المسلحة بقيادة المدعو جميل عقلان على اختطاف المزارع دحان عامر الحاشدي وأرغموه بالقوة على دفع مبلغ 40,000 ريال كمجهود حربي تحت مسمى دعم صندوق سبيل الله في حربهم على دماجة. أقيم اليوم في عدن حفل خطابي وفني بمناسبة العيد 46 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر المجيد. وفي الحفل ألقى محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد كلمة أشار فيها إلى أن 30 نوفمبر كسر قيود الكبت، مؤكدا أن إرادة الشعب لم تقهر بأي سلاح. وأكد أن مدينة عدن ستظل مدينة السلام والمحبة، مدينة عالمية لا تعترف بالمناطقية ولا السلالية ولا المذهبية وغيرها من مسميات الصراع فيها، تحتضن البحر ومنه تطل على العالم بكل ما فيه من تنوع وعطاء. وتطرق رشيد إلى ما تشهده المحافظة من مشاريع في البنية التحتية كإضافة لما حظيت به منذ العام الفائت من مشاريع الطاقة الإسعافية ودعم النظافة وترميم وإنشاء المدارس وآبار المياه وبعض المشاريع الصحية وغيرها من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى رصد ميزانية كبيرة لهذه المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في عدن. تخلل الحفل تقديم عدد من الأناشيد الوطنية والوصلات الغنائية بمشاركة فرقة الأناشيد الوطنية التابعة لمكتب الثقافة، كما قدمت أغاني من التراث الوطني ورقصات شعبية.
أقامت مبادرة عائدون للتغيير في تعز ندوة بمناسبة الذكرى 46 للاستقلال وطرد المحتل من جنوب اليمن ورحيل آخر جندي بريطاني من عدن. الندوة التي أقيمت بعنوان نوفمبر رحيل المستعمر وسقوط المستبد جرى التأكيد فيها على أهمية الدور الشعبي في مختلف مراحل التحرر، وكذا الدور التنويري الذي يقوم به الكتاب والمثقفون والصحفيون في توعية الشعوب ودفعها لرفض الظلم والتخلص من قيود الخوف والتبعية. احتشد العشرات من الإعلاميين والحقوقيين المناصرين لقضية رجاء الحكمي أمام مبنى النائب العام للمطالبة بالتدخل الفوري ورفع الظلم والجور الواقع عليها. هذا وتقبع رجاء الحكمي من العام 2012 في السجن بتهمة القتل العمد، وقد حكمت عليها المحكمة بالإعدام، وهو أمر يراه مناهضو الحكم جورا وخروجا عن الشرع والقانون والعادات والتقاليد، كون رجاء كانت مجبرة للدفاع عن نفسها ضد من أراد هتك عرضها والاعتداء عليها داخل منزلها. تحت شعار من أجل حماية ممتلكات الهيئة العامة للطيران والأرصاد والحفاظ على استقلاليتها عقدت صباح اليوم نقابات الطيران مؤتمرا صحفيا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين بالهيئة وسرعة حل قضية تعويضات أراضي مطار سيئون وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وطالبوا في المؤتمر الصحفي بسرعة تمكين الهيئة من المباني التابعة لها في حي صوفان، وأعلنت النقابات عن الإضراب الكلي ابتداء من 9 من الشهر الحالي. سوف يتم لبس الشارات الحمراء يعني التي يعني نحدد فيها أنه إحنا بادئين في إضراب. طبعا احنا ما زلنا لليوم لابسين، اليوم هو اخر يوم لبس الشارات الحمراء، من غدا او من يوم الاربعاء ان شاء الله سيبدا التصعيد الجزئي. طالب متعاقد مستشفى 70 في امانة العاصمة بسرعة تثبيتهم ورفع رواتبهم التي وصفوها بالضئيلة ومساواة حقوقهم بنظرائهم في باقي المستشفيات الحكومية. ونشد المتعاقدون خلال وقفتهم الاحتجاجية التي نفذت اليوم، نشدوا جميع الجهات المختصة النظر لمطالبهم الحقوقية بعين الجدية بعيدا عن الوعود المتكررة منذ سنين. بدورها عبرت إدارة المستشفى عن تفهمها لمطالبهم وتضامنها الكامل معهم، مشيرة إلى أن علاج قضيتهم يرتبط بموافقة الوزارات المعنية في الحكومة. يعاني أبناء منطقة العرسوم بمديرية التعزية من انعدام الخدمات الرئيسية وغياب أي خطط لتصريف مياه الأمطار والسيول والتي تزيد من معاناة المواطنين. في التقرير التالي نتابع المزيد. أجيال المستقبل يخوضون الوحل، ولا شيء يقيهم السيول ولا نظرة شفقة ترحم صغر طلاب منطقة العرسوم مديرية التعزية وهم عائدون من المدرسة. عانوا لسنوات ولا زالوا، ويتغيب الكثير عن مدرسته بموسم الأمطار. أكثر من 500 طالب ما يقدر يدخل ولا يخرج اللي يروح مدرسة النعمان، السيل يقطعه، المقاري شغالة مدى 24 ساعة، ما فيش يعني، وكأننا خارج الكرة الأرضية. معني يا جماعة كساب، لو وقع المطار لا تعرف تخرجين ولا شيء، ترقد أنت وهين وأنا تقع لا تعرف تمشي كسبي ولا شيء. صغار السن الأكثر معاناة ولا بد من مساعدتهم، فهنا يختلط مياه الأمطار بالمجاري ويجب عليهم العبور لعدم توفر الطريق البديل. المنطقة التي لا يوجد لها أي خدمات سواء ولا لفتة، لا من المحافظ، لا من رئاسة الجمهورية، لا من المحافظ الأول، لا من المحافظ الثاني، وكأن احنا علينا نقطة حمراء في هذه المنطقة، منطقة العرسوم اللي يسمى منطقة العرسوم. انا يعني ولدي مضيع سنه بسبب السائل، عندك هذا السائل اللي عليه الخط دحين هو سنه ثانيه، يعني من الممكن يكون سنه ثالثه ولا اخر السنه قبل الامتحانات، اضيع الامتحانات بسبب السائل هذا. والكبار لا يقلون معاناه
فلا طريق لمنطقة العرسوم إلا من هذه السائلة، والمنطقة تعزل عن محيطها عند سقوط الأمطار، فالطرق تتحول إلى مستنقعات يستحيل مرور السيارات إلا الكبيرة منها. قبل يومين معنا ولادة ما قدرناش نسعفها بالليل بالمستشفى، ورجعنا اضطرينا، وهي عملية مفروض نعملها، ورجعنا ربي سهله ووالدها داخل البيت بسبب السائلة هذه. ومن قبل الطفلين يقربوا للأخ عبد القوي توفوا بيد أمهم، سحبهم السائل من داخل السائلة. العرسوم مزدحمة بالسكان وقريبة من المدينة، ولكنها محرومة من كل الخدمات رغم الوعود المتكررة من قبل المسؤولين. ما تقدرش تمشي لا برجلك ولا بموتور ولا حتى بسيارة. شوف السيارات وقفت فين؟ احنا من فوق. اولا الطلاب كلهم طلاب، لان يكون الطريق انهم ما يمشيوش البعض. شلط الطلاب نخرجهم لخارج من الماء علشان ما يغرقوش بعضهم قال يعني مصفوا. لا يطالب السكان بالمستحيل ولا يحلمون بالكثير، فكل ما يطلبون جسر يقي اطفالهم من الموت، وطريق توصلهم إلى منازلهم بأمان، وكهرباء تنير منطقتهم. فهل آن الأوان لسماع صوتهم وتلبية طلباتهم، أم ستكون كالطلبات والوعود السابقة؟ هذا ما سنراه في الأيام والأشهر والسنوات القادمة. محمد يوسف، تعز. أقيم اليوم بصنعاء حفل خطابي وفني بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمه المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وفي الحفل أوضح رئيس المنتدى حسن إسماعيل أن احتفال بلادنا بهذه المناسبة هذا العام يأتي وقد صادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة مضاعفة الجهود على مستوى توسيع البرامج والأنشطة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بحقوقهم الكاملة ومشاركتهم في الفاعلة في المجتمع. اختتمت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بدور الفني في حقوق الإنسان، وتم في ختام الدورة التأكيد على الدور المحوري والهام لوسائل الإعلام وخصوصا الدراما في نقل صورة إيجابية عن قضايا حقوق الإنسان والتشجيع على احترام كرامة كل الفئات المجتمعية ونبذ العنف. وشددت التوصيات على ضرورة تبني وسائل الإعلام لحملات مناصرة نازحين بهدف وقف التمييز الذي يتعرضون له. الفعالية نظمتها وزارة حقوق الإنسان وبالشراكة مع مركز دراسات الهجرة للاجئين بجامعة صنعاء، وبالتعاون مع مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية باليمن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. هذه ورشة عقدتها وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. استهدفنا فيها النخبة من العاملين في الحقل الفني، من كتاب السيناريو، من الممثلين، من بعض الإعلاميين أيضا. والحقيقة أننا لم نصل من قبل إلى هذه المجموعة. مشاهدينا، بقي أن أذكر بأبرز العناوين. اليمن عضو في منظمة التجارة العالمية ابتداء من غد الأربعاء. الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر يشيد بالدعم الروسي لعملية الانتقال السياسي في اليمن. وعدن تحتفل بالعيد 46 للاستقلال 30 من نوفمبر. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.